بعد الجولات الأربع ديال الحوار الوطني الداخلي التي أثمرت وثيقة مرجعية هامة، الآن انطلقت جولات الحوار على المستوى الجهوي. نحن اليوم في جولة الحوار المتعلق بجهة الرباط على القنيطرة. طبعا المنتظر من هذا الحوار بالنظر لسياقاته السياسية المعروفة التي جاءت بعد انتخابات الشرعية ل 7 أكتوبر وقبل المؤتمر الوطني الثامن، المؤتمر الوطني لأنه لم يبلور أطروحة سياسية واضحة، أوصى قيادة الحزب بأن تنظم حوار داخلي على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي من أجل إنجاز قراءة جماعية لهذه المرحلة، ومن أجل الوقوف أيضا عند تشخيص أهم مكاسب الحزب خلال المرحلة وأهم أيضا إخفاقاته، ثم تحديد بدقة التحديات المستقبلية من أجل التوجه نحو المستقبل بأداة حزبية عصرية قوية موحدة برؤية أيضا سياسية واضحة، وأيضا باستشراف وبأخذ بالاعتبار الموقع الذي يحتله الحزب اليوم باعتباره يتصدر المشهد السياسي وعليه مسؤولية الاستجابة لانتظارات المواطنين، ومطلوب منه أن يبني أداته التنظيمية على وضوح كافي من حيث الأرضية السياسية والتنظيمية والفكرية أيضا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.